ذاك السوق دخلنا ما داروا لنا ما داروا لنا تكرار السين متجول دجتنا الحمير كما كما لا يخفى على الجميع راكم عارفين الاشكاليه اللي رحنا كنعانيو بها يعني ابتداء عند تقريبا دابا هذه يعني زوج ديال السنوات وحنا كنعانيو يعني في السوق التجار اللي مرحلين يعني بصفه عامه فيهم الحرفيين ويعني والتجار والخضره وداك الشيء يعني رحنا يعني بواحد الوضعيه كارثيه. اليوم اللقاء اللي كنا درنا مع السيد الباشا يعني 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 سخط علينا واحد السخط يعني ودار فينا واحد الدوره يعني كاننا ماشي مواطنين يعني بحال اللي جينا كنسعاوه ولا جينا كنهجموا عليه ويعني وانا شخصيا كنت حاضر مع الاخوان وحنا يا دابا يعني من خلال يعني التصريحات اللي عطانا انه كيقول لك انا خاطيني وما نتحمل حتى شي مسؤوليه وراه دار في السيد الرئيس ديالنا ديال التجار ودار فينا كاملين يعني وما بغاش يفتح معنا باب الحوار ودابا لا اله الا الله محمد رسول الله حنايا الناس كتعاني انت ازيد على 160 تاجر اضافه للشطر الثاني حتى هو راه يعني فاشل باقي الشطر الاول راه باغيين يقتلوه تلقوا عليه الكروسه تلقوا عليه يعني السوق محاصر من جميع الجوانب بالربعه ديال الجوانب السوق محاصر يعني فين غادي يمشيو هاد الناس السوق السوق مرزوق السوق مرزوق كما السلطه كيجيو ريح القهوه بالاضافه يعني احنا طلبنا يعني التدخل يعني يكونوا واحد لي بوست يعني تما يقارين هما كيجيو كيجلسوا نص ساعه ويمشيو وكيتقهوا علينا تما يعني لا اله الا الله ما كان ما نقول الوضعيه راها كارثيه وهما كيقول لك دوك الناس الكرار صرا عندهم بزاوز وعندهم حتى حنا رحنا مواطنين وحتى حنا عندنا بزاوز وحتى حنا عندنا عائلات هذه راها بركان يعني بركان الى الواحد الى 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 يبقاو يضربوا هذا بهذا وينقلوا المواجهه ما بين الشعب والشعب حنا ما بغيناش داك الشيء حنا راه كاينه السلطه في البلاد هي اللي غادي تدخل وهي اللي غادي تنصف كل واحد يدي حقه يعني دابا السوق راه على حافه الموت راه ميت الناس راهم كيعانيوا تجار خرجوا يعني مجموعه من اللقاءات هذه يعني ما كانش يعني يعني ادنى السوق ما مهيكلش لا ما لا ضوء الواجهات مبلعين لا 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 المراحيض مغلقه ما كاينش الماء الوعود الكاذبه سير واجي يعني لا اله الا الله سيدنا الله ينصرو يعني عطى التعليمات ديالو سيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو سيدنا الله ينصرو عطى التعليمات اعطت تعليمات الوزارة الداخليه باش تدخل في جميع يعني ربوع المملكه بالنسبه للفئه الاجتماعيه ولا يعني التجار ولا يعني اي واحد مضرور من حقه السلطات تستجيب له ولكن ماشي دير الاصلاحات على ظهر الشعب الاصلاحات احنا معاها ولكن ماشي على ظهورنا حنايا حتى احنا رحنا مواطنين وبغينا نخلصوا حتى حنايا ويكون عندنا واحد الدخل قار الدوله تستافد وحنا نستافدوا يعني باش انك باش انهم يعني ديال السياسه ديال الكيل بالمكيالين هذا راه ما غاديش نقبلوه وحنا حنا صامدين 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 الى اخر حتى تحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا واحد التدخل اخر بالنسبه هذا رساله موجهه للسيد الباشا يعني من خلال اللقاءات اللي كنا درنا معاه يعني واحد المره كان جا عندنا تما وكيقولنا بغيت الحلول يعني كيقولنا هو كيطلب منا حنا الحلول حنا سيدي الا كان باغي الحلول حنا نعطيوه الحلول ما كاين حتى مشكل كاين سيدي الحل هاد الاسواق الجماعيه اللي دارت الدوله يعني اللي دارت الدوله واللي دارتها المبادره باش الفلوس ديال المبادره ما تضيعش وما تمشيش كاين الحل الحلوى هو ان كاين بزاف ديال القطاعات ديال الدوله يعني كاين المحاكم كاين البوليس كاين وزاره الداخليه كاين وزاره الصحه كاين موظفين يعني غير هنا الا جينا نشوفوا في بركان راه كاين واحد 2000 موظف ولا يعني هاد الموظفين هادو منين كيصرفوا خصهم يجيو يصرفوا من عندنا من الاسواق الجماعيه علاش كيمشيو للمرجان وعلاش كيمشيو للكارفور علاش هادوك ناس ديال الهولدينغ عندهم خصهم يجيو للاسواق لان هذا مال الشعب كيتخلصوا من مال الشعب خصو يولي لعند الشعب يتعاونوا يقسموا غير 1000 موظف يتقسم على الاسواق الجماعيه غادي يكون الرواج رغم ان كاين الكروسه وكاين هذه ولكن الاسواق الجماعيه خصها تروج بموالها هذه راها ثوره هذا راه بركان كيغلي ناس الا ما باعوش وشراو باش غادي يوكلوا ولادهم
انت كتدي 8000 10000 درهم وكتمشي للمرجان تدقها وخوك المسلم كتخليه قدامك وانت كتخلص من اموال الشعب ومن اموال الضريبه. يعني هذا منكر هذا. وكيقولوا لنا ما كاينش الحل. الحل هو كيصطالي اللوطو ديال 50 مليون وكيصرف 700 800 درهم على مرجان ولا على، حنا ما كنحسدوش مرجان ولا، كل واحد الله يسهل عليه، ولكن يقسموا لنا الصبر. هذا هو الحل، يجيو حتى حنا يصرفوا عندنا، حتى حنا عندنا الخضره وعندنا الاسماك وعندنا الملابس وعندنا كل شيء، يجيو يصرفوا علينا. الا كاين 2000 موظف، كل رئيس قسم عنده 6-7 ديال الموظفين تحته الامره ديالو، يعطيهم منشورات يوزعهم يقول لهم خصكم تشجعوا الاسواق الجماعيه باش ان هذاك التاجر يبيع ويشري ويخلص للدوله الضريبه ويخلص لها، يخلص لها المداخل ديال الجماعه، وهكذا غادي تكون مصلحه متبادله. ماشي انهم يهزوا الوطن ديالهم ويهزوا رزقهم ويمشيوا عند شركات كبار ويخليوا الناس اللي هي ثوره، هذا راه بركان خصو يتصد دابا يتبلع قبل ما غادي يزيد يغلي، لان الا زاد غلا راه مشكله. وحنا حنا راكو تشوفوا ازيد من 160 اللي جات اليوم وباقيه 200 ما جاتش، يعني وحنا مستعدين. يعني هذا هو الحل، هذه رساله السيد الباشا ولجميع الناس يعني المسؤولين واللي كيبغيو البلاد واللي ما باغينش المغرب يمشي يعني نفس المسار اللي مشات له الدول العربيه، وحنا ما بغيناش. حنا الحمد لله واكلين شاربين، ولكن الى زينا نضرينا بزاف غادي الانسان يفور ويثور ويغضب ويقع المشاكل، وحنا ما بغيناش هذا الشيء. الور كاين الحل، الحل هو بيناتنا، ما نستناوش شي واحد اخر عاد يجي يفتي علينا الاراء وداكشي النظريات وداكشي ما عندنا ما نديرو به. راه كاين الحل في البلاد، يقسموا معنا الصبر، كاع الموظفين يجيو يصرفوا علينا، فين كيمشيو هما هاد الناس؟ ما عمرو محامي جا كيشتري البطاطا ب 7 دراهم على الكروسه ويخليها عندي لداخل ب 6 دراهم، علاش زعما؟ وانت منين تسحق قضيه تمشي عنده يمص لك الدم ب 2000 درهم، زعما علاش؟ ما يجيش عندنا حنايا. احنا مواطنين وباغيين نخلصوا الدوله والدوله، وهكذا تكون مصلحه متبادله. وهذه هي الرساله ديالي، وهذه هي الرساله ديالي، وكنتمنى تكون وصلت. وحنا بلادنا والله ينصر سيدنا، وما بغيناش تنوض الثوره يعني اللي ما فيها حتى شي مصلحه، غير التخريب والضياع. حنا كنتسناو غير داك الشيء، تسناو غير نخربوا ونضيعوا، ما كنتسناوش نبنيو بلادنا ونزيدوا بها لقدام. هذا هي الرساله، والله ينصر سيدنا.